كلنا بصوت عالي اللهم احفظ عمان، اللهم احفظ عمان واحفظ مولانا السلطان هيثم، وادم علينا نعمة الامن والامان، وابعد عننا كل سوء وكل شر. اللي يحب عمان I'm
لأجاريه قلدت ظاهر ما فيه فبدلت شخصا آخر أسمع كي أتفاخر. يا سلام عليكم. وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر وتفاعلهم وحب الوطن في قلوبهم. يلا عين ميم الف لام. لا 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 بنظام فندقي راح يكون باذن الله تعالى. طبعا هذا مش اول مشروع، هذا يعتبر 17 مشروع قامت به الشركه، هي شركه وجهه. هذا المشروع يتميز بموقعه
ايضا بخدمات. قدمت ايفون لكل من زار ركن وجهة للتطوير العقاري في هاي سيتي سنتر صور. الاستاذ محمد الهاشمي جاهزين؟ جاهزين. هذا اللابتوب وهذا الايفون، والان بنفرز وبنتصل في الفايز على وعسى يكون قريب يستلم ايفون بعد شوي. ورد مني لك، راضيه؟ طبعا احصائيه عدد اللي شاركوا في المسابقه 1816 شخص، واللي عملوا سكان زاروا الركن وعملوا سكان 4561 شخص. الآن بنجري السحب من هو الفائز. ألف مبروك للفائز دعاء الهوتي. دعاء الهوتي، وين اسمها؟ وين اسمها؟ أعطينا الاسم هذا، دعاء الهوتي. ألف مبروك، احنا قاعدين نغطي على الرقم حاليا، بنتصل فيها. نتصل فيها الحين، عسى ترد. ردي دعاء، كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ انت وين؟ سيتي سنتر ولا وين؟ انا الحين جاي سيتي سنتر. تعالي، انت فايزه بالايفون، مبروك. ايوه تعالي تعالي، يا سلام، فرحانه. يلا تعالي تعالي، شركه وجهه للتطوير العقاري، انت زرتي الركن وانت فزتي بالايفون. يلا تعالي تعالي، من الهديه للفائزه لاخت دعاء، تحيه كبيره صفقوا لها.